الدكتور ابراهيم زهران، هو ان هو طعن في الجمعيه العموميه الاخيره للحزب التحرير المصري، وقال ان سيادتك بتدعو لخلافه اسلاميه وتدعو لحزب ديني، ويعني قال ان هنعيد الاخوان المسلمين تاني، وقال ان هنعيد حزب النور تاني، وان الجمعيه دي باطله ليس لها اساس. الكلام ده هو بيقول هذا الكلام بوهم ومن كلام فارغ، هو عاوز لا زي المثل المصري فيها لا فيها، فما انا مش فيها انا هضيعها. اولا علاقتي انا شخصيا بالاخوه المسيحيين علاقه قويه جدا، ومش في مخي اي نوع من الخلافه الاسلاميه اللي هو بيقول عليها اخوان مسلمين ولا بتاع.